Media information literacy is a composite concept which implies media and information literacy and many other literacies. But first and foremost, the right of the citizens to access the information, the skills of citizens to understand and critically evaluate the information, and the ability to contribute to the content in an ethical way. احنا في النادي الاعلامي ركزنا على الفئه العمريه ما بين الصف السابع والصف التاسع لانهم اكثر فئه عاطفيه في هذا المجتمع وخصوصا لصلتهم الكبيره في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لذلك نحن ركزنا على هذه الفئه لتوجيههم توجيها صحيحا للابتعاد عن الشائعات ونشرها في هذا المجتمع احنا كنا نشوف زمان الاخبار والمواقع اللي على مواقع التواصل الاجتماعي كنا احنا نصدقها كبنات وكنا نصدق الخبر وننشر احنا كمان كعامل بالمجتمع احنا ننشر ونساعد على الغلط هذا بس هلا احنا من خلال النادي الاعلامي كثير فتح لي عيوني على شغلات انا ما كنت شايفتها او ما كنت منتبهت لها تعلمنا انه نتاكد من الخبر من مواقع محدده مثل تايني اي وما نساعد على نشره لانه احنا برضه عامل في المجتمع زينا زي غيرنا وفي غيرنا برضه بشوف الشغلات اللي احنا بننشرها بياخذ فكره غلط عن الموضوع نحن في معهد الإعلام الأردني نعمل على إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية إلى المدارس والجامعات ونعمل مع جامعتين آل البيت والحسين بن طلال وثمان مدارس حكومية ندرب فيها المعلمين بصدد إنشاء ثمان نوادي للتربية الإعلامية والمعلوماتية في هذه المدارس النادي الإعلامي علمنا كيف نقدر ننقي مواضيع مميزة ونحط لها عناوين بتلفت الأنظار لإلنا تخلي المشاهد إنه يشوف شو هذا الخبر ومع هذه المواضيع لازم إنه نحط صور أو إثبات أي إثبات إنه يبين إن هذا الموضوع صح وحقيقي The media and information literacy is something that should be promoted throughout the whole education of children in Jordan and elsewhere. This is why the EU is supporting this. This is part of a broader program that we're funding in Jordan in order to develop the media sector, in order to increase the capacity of media professionals to be more active in Jordan. And I think that we do not have only to look at the professionals, but also at the users, because we believe at the end of the world that citizens who are able to make use of media are also going to be more active citizens. And therefore, this is an important part of developing democracy in Jordan.